سفيان توبال، هل هو السياسي اللي تحكي عليه واللي صب لك الفلوس باش تنتج الكليب نتاعك؟ لا معرفوش. لو انت ما تعرفوش ولو ماهوش هو، علاش سفيان توبال وحده لا تحلى دزوه يكتب استاتيو هذا؟ شو يقول فيه؟ تكذيب يوضح للراي العام ما يقع تداوله حول تمويل فيديو كليب لاحد الفنانات لا اساس له من الصحه ولا علاقة له من قريب ولا من بعيد، وعليه سيتتبع قضائيا صاحب الإشاعة والجهة اللي وقفت أمامها، والحق يعلو ولا يعلى عليه. ما نعرفوش أنا السيد هذا، وما نعرفش علاش العبيد ياسر ذكرت اسم سفيان توبال. علاش؟ ما نعرفش. يقول قصد ضربي سياسيا والمس من سمعتي أخلاقيا. ضربه سياسيا؟ أولا أنا مانيش سياسية. أنت قد تكون تخدم عميلة عند جهة سياسية معينة وتحب تضربه سياسيا الجهة هذه عن طريقك أنت. مقوين يا شو مقويك؟ يحط تصرف وأضعف أنا خلقه. أنا فنانة على روحي، ماني نحب فني، نحب نقدم في فني، نحب نعمل دي برودوي ناجحين. هتدقدق على أبواب السياسيين؟ ما عنديش حتى دخل في ليه، ما كنتش نعرف أصلا اللي هو سياسي، ماني زدت بعت لك المعلومة. والمس من سمعتي أخلاقيا. أخلاقيا هذيا أنا قريتها الجملة هذه وما عجبتنيش. ما ساعة ما نجمش خير فن ولا فنان ولا شبهه في تونس، سامحني باش يقول مس. ليه الشرف انه تربط اسمي باسمه؟ ليه الشرف؟ انا نشوف اللي بعض السياسيين هما كيت هما يمسوا الفنانين اخلاقيا، مش كي تربط اسمهم بهم، مش العكس معناه. بالعكس يكون يضر الفنان كي يتمس. بعض السياسيين يضروك وقت اللي يضروني انا مش هما، معناتها هما خايفين كيفاش تمسوا اخلاقيا. بالعكس